النهارده يا جماعه هنبتدي البرنامج بتاعنا، برنامج كل يوم جمعه مع سزراني احمد وائل. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي يا استاذ رامي، في مشكله في سلوكيات المصريين عن زمان، عايزينك تقول لنا ايه الايجابيات في السلوكيات وايه السلبيات. نبدا بالايجابيات. المصريين عندهم ايجابيات كتير جدا في السلوكيات بتاعتهم، اهمها مثلا التعاطف، الموده، المحبه للاخرين. الشعب ودود، محبوب كده، حتى الاجانب بيلاحظوا محبوبين قوي معاهم. برضو كمان الاجتماعيات، يعني دايما جرى لي اي حاجه. صحيح. الايجابيه في ايجابيه هناك، انا عايزك توصل. اوكي. هي ثقافه ما اقدرش اقول، لان ما اعرفش الظروف، ممكن يكون ما فيش اماكن في المنطقه دي متوفره يقدر. ده كمان ده في طريق، يعني عارف، مش متضايق يعني، حتى مش متضايق. انا رايح واللي جاي. خلينا نتفق ان السلوك غير مستحب، لكن يعني نلتمس العذر انه ممكن يكون ما معهوش فلوس يروح يدفع مثلا في التواليت عمومي. ممكن يكون المكان مش قريب، ممكن يكون هو مريض ما يقدرش يتحرك كتير، ممكن يكون عنده حاله طبيه طارئه ما يقدرش يستنى، في حاجات كتير قوي. لكن ممكن ما عندوش دم. اوكي، لو ده الوضع يبقى هو هنا هنقول ان ده سلوك غلط. لا بس هو فعلا علامات قليله جدا، تلاقيها مثلا في موقف. اوكي، يبقى ناخد بالنا من النقطه دي اللي هي دي. طب هو مش ممكن يعني يحفر وبعد ما يحفر يعمل يبني؟ ده الوضع صعب. صعب قوي الكلام ده، ما اعتقدش ان في حد بيعمل كده. في شعوب بتعمل كده؟ لا، شعوب ازاي؟ ولا حتى اسفلت ولا بلاط يعني زحلقنا. طب عيار مرتبط معايا ان في شعوب؟ لا طبعا، اللي بيشتغل مع اجانب مستحيل. الاجانب في منتهى الرقي، في منتهى الاحترام. اشتغلت مع هولنديين؟ اشتغلت مع كل الجنسيات، اشتغلت مع، بتكلم من 8 لغات ورسمي الترخيص، وبالتالي اشتغلت مع. طب حقيقي بيقول لك الفرنسويين، ده حقيقي معلومه بجد، انا نفسي عايز اعرف. بيقول لك ان الفرنسويين اخترعوا البطانات ده ما ده خاطر هم ده بس يعني ريحتهم وحشه ومستحموش وحاجات كتير، مش عايز اوضح. اللي عايز اقوله ان المصريين اتعلموا الصابون من الفرنسيين. مصر دخلها الصابون لاول مره بعد الحمله الفرنسيه. انت منحاز يعني انا بحب الاجانب طبعا، ومش هنسى الفرنسيين، ان جان فرانسوا شامبليون هو اكتشف لي اللغه المصريه القديمه اللي انا متخصص فيها. وقعدنا 14 ولا يمكن 13300 سنه مش قادرين طب المقوله دي ايش معظم الناس بتقولها؟ حتى لو ما يقراش فرنسا، في ناس بتقول فرنسا بس فعلا. لا هل والله حقيقي عايزين نستفيد وتفيد. انا بقول لحضرتك بامانه، حتى كلمه صابون هي صابون بكل لغات العالم، الكلمه الفرنسيه صابون اللي جت منها صابون. طلعنا بقى صابون اسم الصابون من فرنسا، مش اسم بس، ونفسه احنا اتعلمنا يعني ثقافة استخدام الصابون من خلال الحملة الفرنسية. لم يكن الصابون مستخدم في مصر من قبل الحملة الفرنسية، وبالتالي هي شعوب نظيفة جدا، هي شعوب مهمها جدا أمر النظافة. احنا كمان مهم جدا عندنا النظافة، وعندنا مبدأ ان النظافة في الإيمان. بس ليه اخترعوا بقى محتاجين نطبقها أكتر؟ البيرفوم، ليه اخترعوا؟ على أساس انها تدي ريحة عطرة. يعني مش فكره العرق. اغلب بيرفم الفرنسي على فكره. ما هي وتلاقي دايما الاجانب دايما يعرفوا عن البطانيات الفرنسويه، ودايما يسالوا عنها، وكل حته موجوده. طب بمناسبه يعني حضرتك تعرف لغات كتير، يعني ايه اكتر مثلا اكتر لغه حبيتها كلغه، واكتر مثلا شعب حبيته كشعب؟ لو قلت كده الشغل التاني هتزعل، لان انا المفروض انا دبلوماسي في حاجات. لكن اقدر اقول لك ان في لغات سهله جدا في تعلمها، زي اللغه الايطاليه، ممكن من اسهل لغات في تعلمها. وبالنسبه لنا كعرب من اسهل اللغات في تعلمها، لكن هي لغه بروبلماتيك جدا، هي اللغه العبريه. انا ممكن اديك جمله عبري انت تفهم كل كلمه بقولها فيها، مجرد ان انا بقولها لك. انت عارف يا وائل ان العبري والعربي يعني، لو هكلمك عبري عبري دلوقتي هديك جمله هتفهمها. اسمعها كده مثلا. أني أحب أبي أمي أحب أحطيه من كل بي. أنا أحب أبي وأمي وأختي وأخي وأختي وأخي وأختي أحب أحطيه من كل بي. من كل بي. بس أنت ما كنتش عارف بس أنت عشان عارف أبي. أنا متأكد إن المشاهد طب نقولها مع بعض، اسمعها خطوة خطوة. أنا متأكد المشاهدين كتير منهم فهموها، بس لما نقولها ببطء شوية تتفهم. أني أحب أبي أمي أحب أحطيه من كل بي. يعني أنت أنا أحب أبي أني أحب يعني أنا أمر منك أني أحب يعني أنا أحب
الراجل بيقول لك انا بطلع على الكشكول سهله بقى، يعني ممكن ما اكلم حد لا اقول له معلش في معلش في حاجه معلش في حاجه هته فوقيه معلش انا هنا مختار لك جمله فيها كل كلماتها متشابهه مع الواقع كده، الواقع ان اللغه فيها اجزاء متشابهه مع العربيه كتيره وفي اكتر مش متشابهه من العربي. الجمله العاديه مش اني مدبرها في الشعب عبريت، انا لما انا بتكلم دلوقتي يا عبريت ما تفهمش انا قلت ايه، ده يهمني لا اخشاف تشبه ال الان ما تشبهش الكلمه العربيه، فانا هختار كلمات عربي زي ما اخترت في الجمله الاولانيه متشابهه مع العربي هتفهم كله. ليه؟ لان اقل من نص اقل من نص الكلمات متشابهه مع العربي، اكتر من نص مش متشابهه من العربي. فلو اخترت الكلمات مش متشابهه انت هتقدر اكتر ان انت مش هتفهم حاجه. انا قلت سهله بقى وامشي بقى اكلم الناس. انا عايز اقول لك ان اللغه سهله جدا تتعلمها لو انت لو انت جدي ممكن في خلال 6 اشهر تتقن اللغه العبريه، ودي من اسهل اللغات اللي تعلمها الشعوب العربيه. انا احنا عرفنا من الكليه حتى تمام، وحضرتك في فتره كان جاي شرف ان انت كنت انا سمعت الاول على قسم الانتساب اللي انا كنت منتسب ليه. لا اول انتساب عارف عارف كل ده انا عارف، ودكتوراه والكلام ده وكده، بس انا اقصد ان احنا اتعلمنا او اتقلنا تمام بلاش اتقلنا ان اللغه العبريه من اللغات الصعبه، يعني هي خلت من الاعراب ولولا خلوها ليه؟ لان اللغه العربيه لان اللغه العربيه من اللغات الصعبه، وبالتالي فاللغه العبريه من اللغات الصعبه ودي حقيقه، لكن بالنسبه للي عنده لغه صعبه اللغه العربيه اللغه العبريه من اسهل اللغات برغم صعوبتها بالنسبه لهذه النوعيه، من لان نفس الجرامر نفس الكلمات نفس ترتيب الجمله، المصري او العربي يقدر يتعلم العبري في 6 اشهر بس عشان يتقنوا اي لغه محتاجه سنتين على الاقل. لا هي بس تتعلم على الرسومات شويه بالظبط، الف ب ب م د صح بالظبط، اللي هو الفا بيتا اللي هو سوري ابجد هوا صحتي كده من شكل الاستاذ، بس مش بدل نقول شكل الاستاذ بقى مساجم. صعب صعب تخيل ان انا بقالي سنين ما عملتش حاجه العبري بس لسه الحمد لله. في مثل بيقول لك ايه يعني تموت الورده ولسه بالظبط، وبالتالي من خبرتي في اللغات كمرشد او حتى مثلا اشكر ربنا بثمان لغات بقول لك ان اللغه العربيه اسهل لغه للمصري يتعلمها واسهل لغه للعربي يتعلمها، لولا انها بروبلماتيك لغه بتاعت مشاكل، اللغه الناس بتخاف تتعلمها عشان المشاكل بتاعتها عشان ما بيحبش شعبها بس. لكن لو انت طبيعي مع يعني النقطه دي سؤال بقى محرج من اصعب اللغات سؤال الياباني والصيني. اقول لك سؤال صعب، بتحب شعبها؟ طبعا بحب شعبها طبعا، لان انت جريء قوي. لا ده حقيقه انا بحب شعبها. أنا ممكن ما اقولش كده حتى لو يعني لا انا بحب شعبها لان خايف من لا لا خالص خالص بالعكس. انا محمد رمضان وانا يعني انا الكلام ده بكتبه على الفيسبوك. انا بحب جميع البشر لان جميع البشر خلقه الله فلاجئ ان انا احبهم. بحب ما بحبش السلوك الغلط، ما بحبش التواجه العنصريه، ما هو في حاجه الاحتلال، ما بحبش قتل العرب، ما بحبش ماشي، لكن الشعب كانسان انا لو مش انا بتعامل يا جماعه مع اسرائيليين، انا مرشد عبري وبالتالي انا لو انا هبقى حساس في النقطه دي مش هينفع اتعامل معاهم، لكن في نفس الوقت انا بتعامل مع كل الجنسيات، لا حق لليمنيين ولا حق للاحمر ولا حق. اتفضل. انا ما اتعاملتش مع اسرائيليين اسرائيليين تمام لكن يعني ايه سمعت من زملاء مرشدين او ايا كان شغال في المجال يعني ازاي اتقال لي حتى ناس شغالين في فنادق ان السائح العبري احيانا بيبقى ليه سلوكيات غريبه شويه عن بعض السياح، صدقني الكلام ده اول ناس قال لك ممكن بس ما عمموش برضه ما قالكش كله، يعني في مثلا ممكن يبقى هو في الفندق وتلاقيه مثلا يخرب حاجات كده قبل ما يمشي، فاهم قصدي؟ يعني كده فاهم قصدي؟ فاهم النقطه دي كويس قوي. زي ما احنا عندنا ناس في منتهى السماحه مسلمين رائعين في ارهابيين وعندهم نفس القصه بالظبط، عندهم في نفس القصه، في عندهم اليمين المتطرف، في عندهم الشعب العادي الطبيعي اللي انا مش مفروض اخده بجريمه، زي ما بنقول ما خدش المسلم المعتدل صاحبي، انت احنا بنشتغل مع بعض مش كده؟ بنشتغل مع بعض، انا مسيحي وانت مسلمين، مش مشاكل. تمام؟ فما باخدش المسلم المعتدل الطبيعي بجريله الارهابي، وكمان انا ما باخدش اليهودي المتطرف او العنصري او اللي بنسميه الصهيوني بالانسان الطبيعي العادي، بالعكس في منهم ناس لذاذ جدا محبوبين جدا عادي جدا زي اي شعب في العالم. وبالتالي عايزين نشيل الكراهيه دي، انا شخصيا بقول كده. ده رأي شخص بحر رأيي، أنا ما بكرههمش، أنا بحبهم زي ما بحب أي شخص تاني لأنهم خليقة الله، لأنهم عندنا يعني مسيحيا حتى أنهم خلقوا على صورة الله ومثاله، وبالتالي هم مش مفروض إن أنا أكرههم، هم ناس هم بشر هم عايزين زي ما بيتكلم من ناحية الإنسانية من ناحية الإنسانية بس برضه مش مفروض الحد اللي بيكرههم تقول له حبهم، يعني أنا بقى عشان مش حب حد على حاجة، كل واحد حر بمشاعره، لكن أنا شخصيا أنا بوضح النقطة دي يعني أوكي اللي عايز يكره يكره، لكن أنا بفضل ثقافة المحبة. وانا
ماشي هو يعني ما احنا يعني دخلنا في حته كده جريئه وجامده يعني ونرجع تاني بقى الدور اللي قدامك بس انت كنت اجرى يعني من ما كنت متوقع. انا قلت ان انت يعني هكون دبلوماسي في رد شويه ممكن انا امين في الرد انا امين وصريح في ردي معاك والكلام ده انا يعني ما عنديش مشاكل وبعلنه في اي حته ما عنديش اي مشاكل ان انا اتعامل مع يهود لاني انا مش العيب حموتي يعني اول حلقه شكلهم مش هيحل نكمل بين الحلقات هو يعني احنا يعني هو السلام كويس النهارده السلام مع الناس كلها حاجه كويسه وعموما يعني معظم يعني الناس الشعوب مش بتعادي حد او انا بتهيألي برضو ان حتى اللي عنده مشاعر وحشه ده اكيد عشان هو شاف حاجات برضه فحرام مش هحط نفسي مكانه ولا هجبره برضه بحاجه زي ما انت قلت دي حاجه رائعه يعني جمله رائعه وانا متاكد ان المحبه في كل الاديان وعارف ان في مواقف حتى في السنه وفي القران الكريم عندكم ان في محبه الاخر ومحبه اليهود وعارف ان الرسول تعامل مع اليهود هو بالظبط ما هو قاعد بالظبط هو حتى يعني ما فيش حد بيكره ما اعتقدش يعني في حد ممكن يكره حد عشان هو يهودي او عشان هو ديانته ايه هو الفكره المنطق هو الطبيعي مش كده هذا الطبيعي الطبيعي ده المنطق الطبيعي حتى يعني انا احب بالظبط انما بس هقول لك حاجه بالظبط يعني انا واضح وجهه نظر قريبه اللي انا بحسه ممكن يكون مثلا ايه انا متضايق من ممارسات نظام ما حدش مع القتل ما حدش مع بالحقوق الاطفال حقوق الفلسطينيين برضو مهدوره في بعض الحاجات دي نقط بس يعني دي نقط اعتقد برضو كله متفق عليه انما هو من حيث بقى الشخص ده بقى مسلم مسيحي يهودي ما انا ما اعتقدش ان في مشكله وانا عموما ما بحسبهاش كده يعني انا عامل ناس اصحابنا وما بقاش عارفين انا ما مسيحي ولا مسيحي استاذ رامي انا ما عرفتش الدين اللي بيقول احنا الدين اللي هو الوطني للجميع بالتالي والحب للكل لا انا خلي بالك دي حقيقي هو ممكن يكون فاكر او ناسي انا ما اتعاملت مع استاذ رامي ما كنتش ما عرفتش انا مسيحي ولا مسيحي بعد فتره طويله قعدنا 4 سنين مع بعض في الكليه اما كنت بحضر الدكتوراه كان لازم احضر عندكم اكمل عندكم عشان المفردنا باللغات فقعدت مع وائل وعمرنا ما اتكلمنا في اي مواضيع حساسه من النقط دي وكده وكان بيحبني جدا وكنا صحابين لدرجه ان احنا بعد هما لما رجعنا خلاص سيبنا الكليه بقى بسنين هو التقينا تاني كاصدقاء وبنكمل مع بعض شغل بس تمام هو انا سعيد جدا بالكلام انا اسف وسعيد جدا حقيقي والله عشان كان القرار ان انا معاك وانا كمان واحمد حبيبي يا اخويا شرفنا واعتقد ان الناس استفادت ويعني حلقه قويه وان شاء الله باذن الله الحلقات الجايه تبقى اقوى من كده وهيفاجئنا برد اجرى من كده مش عارف هو بس ربنا يسترها ان شاء الله كل يوم جمعه انت مش كده كل لا كل يوم جمعه كل يوم جمعه كل يوم جمعه ان شاء الله ربنا يدبر شوف حضرتك بتقول مسيحي وكل يوم جمعه اهو المشكله انت نفسك غلط لا كل يوم جمعه وهتبقى حاجه كويسه متاكد ان هنلحق الجمعه كل يوم جمعه بعد صلاه الجمعه مع ميزة زرامة ومحمد ووائل بس هنا بيبقى فيه بروفات في الوقت ده هنظبطها في التسجيل ماشي سلام عليكم ايه متشكرين